اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من تجارب نفسيه. في حلقه اليوم رح نحكي عن اكتئاب ما بعد الولاده، الاعراض، الاسباب وكيف العلاج. معلومات رح نعرفها مع ضيفنا اليوم لؤي فوادله، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد استاذ لؤي، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. يعني اكيد سعيدين بوجودك معنا خصوصا في موضوع هالقد مهم. يا هلا يا هلا، انا الاسعد. بدايه، ما هو الاكتئاب بشكل عام؟ تمام، بدنا نحكي عن الاكتئاب. هو واحد من اضطرابات المزاج العاطفي اللي بيصيب المزاج والعاطفي عند الانسان، بيأثر على عاطفته اللي هي الشعور والعواطف اللي بتتحكم بتأثر بحياته، زي الحزن، الخوف، القلق، الهبوط بالمزاج أو ارتفاع المزاج. لما نحكي عن اكتئاب ما بعد الولادة، الاكتئاب ما بعد الولادة هو واحد من أجزاء أو أنواع الاكتئاب بشكل عام. عندنا الاكتئاب، في ناس بصيبهم اكتئاب موسمي في الخريف أو في الشتاء، في ناس عندهم اكتئاب اللي بصيب المسنين وكبار السن، في اكتئاب بصيب المراهقين، في اكتئاب بصيب الناس بعد ردات الفعل والصدمات والأزمات النفسية، وفي عندنا اكتئاب اللي هو الذهاني اللي نحكي عنه كمان شوي، اللي بيختلف عن كل أنواع الاكتئاب، اللي بصير فيه هلوسات، بصير فيه بتتغير عنده الحواس الخمسة، وبصير فيه عنده هذيانات، بصير فيه عنده اضطراب بالتفكير وصورته عن ذاته. وبعدين عندنا اكتئاب ما بعد الولادة اللي هو بصيب النساء بشكل عام بعد الإنجاب، بعد الولادة. يعني بنحكي عن موضوع مهم. أكيد المجتمع الفلسطيني هو جزء من المجتمع العالمي، بينصاب في هذا، يعني النساء تحديدا تصاب في اكتئاب ما بعد الولادة. قديش النسب، كيف الناس بتكون بينصابوا بهاي الأمراض؟ صحيح، أنا بدي أحكي عن إحصائيات عالمية جديدة. 10% من النساء بالعالم بنصابن باكتئاب ما أثناء الحمل، و 13% بنصابوا باكتئاب ما بعد الولادة. اللي بنصابه بالحمل بطوره اكتئاب ما بعد الحمل الولادي اذا ما تم معالجته والشغل عليه والعمل عليه خلال فتره الحمل، وهلا بنحكي كمان كيف بدنا نشتغل عليه اذا كان في عندنا اعراض بالحمل. بالدول الناميه ومن ضمنها فلسطين، في عندنا 16% من النساء بنصابوا اثناء الحمل بالاكتئاب، وبطوروا ل 20% اكتئاب ما بعد الولاده. ليش بالدول الناميه او الدول العربيه؟ لشغلتين مهمات: الوصمة الاجتماعية، الاستيغما على هدول النساء، ممنوع تحكي انه انت مكتئبة، انت لسه مخلف جديد، عندك بيبي جديد، عروسة جديدة، ما تحكي انه عندك اكتئاب، فبتضل هالوصمة الاجتماعية، فبتخاف الست فما بتحكي عن شو عم بصير معها من اعراض. الشغلة الثانية، العادات والتقاليد الموروثة اللي تورثناها من اهالينا، اللي بتقول بالخطأ طبعا انه الست لازم تحمل كل اشي، بتولد، بتكون بتشتغل، مهام البيت، مهام الزوج، أي شيء مطلوب منها لازم تعمله، لأنه هيك العادات والتقاليد تورثناها من أمياتنا ومن جداتنا. فما ممنوع كمان الست تحكي هنا أنه هي عندها واحدة من الأعراض اللي بتمر فيها بالاكتئاب. بس إحنا بنحكي عن نسبة عالية، يعني 20% هي نسبة مش قليلة، وزي ما حضرتك حكيت هي بتبلش من الحمل. صحيح. يعني وحكيت لنا بعض الأسباب الأساسية يمكن في تشكيل هاي أو بزيادة هاي النسبة، هل في أسباب أخرى ممكن تزيد الإصابة بالاكتئاب؟ صحيح، في كثير من الأسباب اللي بتخلي الستات ينصابوا بالاكتئاب. واحدة منها إذا كان في اكتئاب مسبق عند الست، يعني إذا الست عندها 4-5 أطفال وكان في عندها اكتئاب بالولد الأول أو الثاني أو الثالث، فعرضها والاحتمالية بتكون عالية جدا لما بتخلف الولد الأخير إنه يكون في عندها اكتئاب. بدي أفحص إذا في تاريخ عائلي بالعيلة، يعني إذا إمها أو ستها أو خالاتها أو خواتها عندهم اكتئاب. زي ما لا سمح الله بأمراض السرطان والأمراض المزمنة، الطبيب بيسأل الست في عندك حدا بالعيلة، الأم أو الخوات، بيكون في موروث أو جيني متناقل مع هدول الستات، فبدي يكون في تاريخ عندي بالعيلة. الأحداث الصادمة والمؤلمة والمشاكل النفسية المستمرة على الستات بتخليهم عرضة ينصابوا باكتئاب ما بعد الولادة. الانخفاض المفاجئ فجأة مرة واحدة، بيصير في انخفاض لمستويات الهرمونات بالجسم، أهمهم الاستروجين، بروجسترون، هدول اللي هن هرمونات الأنثوية، بتخلي لما بينزلوا فجأة بتزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب. ولما ما في عندي دعم عائلي لهدول الستات، وخصوصا دعم الزوج أو شريك الحياة بالمشاكل، بالأزمات، بالصعوبات وقت الولادة، إذا ما في عندي هذا الدعم كله بيؤدي لتفاقم الإصابة بالاكتئاب.
ما هي أهم الأعراض أو يمكن الأعراض الأكثر انتشاراً للمصابات باكتئاب ما بعد الولادة؟ جميل، أعراضنا ننتبه لها أول شيء كثير مليح. الأعراض حسب الدي أس أم اللي هو كتاب تشخيص الأمراض النفسية اللي إحنا بنعتمد عليه ومنشخص بناء عليه، في كثير من الأعراض، بس بدي أحكي أهم الأعراض اللي ما ننتبه لها. أول عرض وأهم عرض اللي هو الحزن الشديد. الستات اللي عندهم اكتئاب ببين عليهم الحزن، ملامح الوجه بتصير حزينة جدا، وجههم بصير حزين. الشغل الثاني بكى مستمر طول النهار، في عنا بكى مستمر، عزلة، انطواء، ضعف في الأداء والتحصيل والمهام اللي كانوا يعملوها قبل الإصابة بالاكتئاب. وفي عنا اللي هي فقدان الطاقة، تعب مستمر، شعور بالتعب، فقدان الطاقة، ما عندهاش قدرة ولا دافعية تقوم بالأشياء، شعور بالعجز واليأس، فقدان الأمل بالحياة، المزاج عندها بتقلب، طالع نازل، مرة حزين، مرة فرحان، مرة غضبان، والعصبية بتزيد عند هدول الستات. وبدنا ننتبه لعرض مهم جدا، عدم الاهتمام بالمولود. الأطفال المولود الجديد ببطل الأم تقدر تهتم فيه، مش لأنه هي ما بدها، لأنه مش قادرة تقوم بهاي المهام. وهنا بدنا نميز كثير بين الحزن وبين الاكتئاب. هلا الاكتئاب والحزن لما في عندي حدا فاقد، حدا عزيز وغالي عليه، كثير الأعراض عنده بتتشابه مع الاكتئاب. بس بدي أنتبه لموضوع اللي هي الأداء والوظائف اليومية. الحدا الحزين والفاقد لحدا عزيز وغالي عليه بضل الأداء عنده والمهام مستمرة، الحدا المكتئب بقدرش بوقف. تمام؟ يعني حدا فاقد حدا عزيز وغالي عليه بيطلع على الشغل، بروح على الجامعة، بكمل حياته، بيكون طبعا شاعر بالحزن وبصعوبة، بس اللي عنده اكتئاب ما بيقدر، لأنه بيكون الأداء تبعه ما بيقدر يقوم فيه والمهام اللي بيقوم فيها. أول عرض بدنا ننتبه له وللي بسمعونا كمان، موضوع الحزن. الحزن في عنا هرمون بالجسم اسمه هرمون السعادة. هرمون السعادة اللي أول شغلة لما بصيبنا الاكتئاب بنزل هرمون السعادة. لما بنزل هرمون السعادة بالجسم تلقائيا بيرتفع عندي موضوع الاكتئاب. عشان هيك إذا لجئنا للأدوية، هلا بنحكي عن المساعدة اللي بنقدمها لهدول الستات، ممكن ألجأ بمرحلة متأخرة أعطي أدوية نفسية. الأدوية النفسية اللي بترفع من موضوع الهرمون السعادة، هرمون السعادة اللي عشان أرجع الفرح والطاقة والدافعية، الحب، الحياة. الست اللي عندها اكتئاب بتبطل تستمتع بالأنشطة اللي كانت تعملها قبل، ببطل في عندها رغبة لممارسة العلاقة الجنسية مع شريك الحياة، وهنا بتصير المشاكل الزوجية بينها وبين زوجها. هو مش عم بفهم إنه مش عم تقدر تقوم بالعلاقة الجنسية، لأنه هي مش عم تقدر، مش لأنه هي بدهاش إياه أو لأنه هي بطلت تحبه. فهذا كله له علاقة بهرمون السعادة اللي هم سميه سيروتونين، هرمون السيروتونين. بالأدوية من عدله، وفي أهم من الأدوية بالتغذية، هلا بنحكي عنه كمان قبل ما نلجأ لموضوع الأدوية. في نقطة يمكن لازم نركز عليها عشان المحيطين في المريضة. لما المريضة تصاب بهذا الاكتئاب ما بيعني عدم حبها لطفلها، وما بيعني يمكن كمان رفضها لهذا الطفل، لأنه كتير بتيجي الدعم، احمدي الله في كتير ناس تتمنى. فهون لازم كمان نحكي مع العيلة يمكن أكثر، إنه هي ما بتكون شيء خارج عن إرادتها. العيلة أساس الشغل بده يكون مع المصابات أو الستات اللي بيعانوا من الاكتئاب، لأنه العيلة هي الحل الوحيد، والزوج أهم من العيلة لسه، هلا بنحكي عنهم، اللي بده يفهم ويتقبل شو اللي عم بصير مع الست. بس إذا بتسمحي لي بدي أضيف شغلة مهمة بأعراض الاكتئاب. في عنا كل النساء بالعالم لما بتزوجوا بخلفوا بصير عندهم إشي اسمه بيبي بلوز. بيبي بلوز اللي هو أول يومين 24-48 ساعة، اللي هي نتيجة التعب، ألم الولادة القاسية، فقدان هرمونات، فقدان الدم، قلة الدعم الاجتماعي اللي حواليهم، تشعر بالتعب وفقدان الطاقة من 24-48 ساعة. بعدها الست بتقوم وبتمارس حياتها اليومية. إذا استمرت الأعراض اللي حكيتها قبل شوي من أسبوعين لأربع أسابيع، هنا بدنا نقص الخطر، يبلش عنا إدوك إنه هنا معناته الست بلشت تكتئب، بلش في عنا أعراض مش عم بتصير صح، معناته بدي أنتبه لموضوع الاكتئاب. من أسبوعين لأربع أسابيع إذا الست صار عندها أعراض أفكار انتحارية، إيذاء للذات،
وعندها صار هلوسات، صارت تسمع صوت بحكي لها قومي ارمي البيبي من الشباك، قومي حطي المخدي على وجهه أخنكي، ما ترضعي خليه يموت، عم تسمع أصوات بحكي لها هاي الأشياء، أو بتشوف صور مش موجودة بالواقع، أشباح شياطين كل هاي الأشياء. هنا معناته الست بطلت مكتئبة اكتئاب طبيعي وعادي، صارت الست مكتئبة اكتئاب اسمه اكتئاب ذهاني، postpartum psychosis اللي هو له علاقة بالذهان. هنا صار بدها طبيب نفسي، ولازم أدي وقت لازم تروح على الطبيب النفسي، لازم الأهل والزوج يأخذوها على الأطباء النفسيين الموجودة بالوزارة، طبعاً بالوزارة الصحة الفلسطينية، موجودة بمراكز الصحة النفسية الموجودة منتشرة بأنحاء الوطن اللي بتقدم العلاجات الطبية لما بتوصل لمرحلة الذهنية. ما قبل ذلك لا، أي حدا بيقدر يقدمها المساعدة بداء من الزوج والأهل، وطبعاً بنلجأ لاستشارة الأخصائيين النفسيين الموجودين اليوم، نشكر الله منتشرين بكل المحلات، موجودين بكل المراكز، بكل الجمعيات، مؤسسات، حتى في عيادات خاصة لإلهم موجودات بالمدن بيقدروا يلجأوا لها الناس لطلب المساعدة. طب إذا بدنا نيجي نحكي مع بعض عن العلاج أو طرق العلاج والمساعدة، ما هي أهم طرق العلاج؟ أول شغلة وأهم شغلة، لازم الأزواج اللي بيسمعونا بدهم يرافقوا زوجاتهم 24 ساعة. بعدين العيلة، العيلة أنا بحكي يعني إمها، خواتها، أبوها، إمه، خواته، إخوته، هذا مرحلة ثانية. المرحلة الأولى لازم الزوج هو الأساسي أكيد، لأنه اللي عم بيصير مع الست أهم شغلة بدها دعم الزوج، تفهم، تقبل، احتواء واستماع. هدول أربع شغلات بدنا نسمعها، بدنا نفهمها مليح مليح. بدي أتقبل شو بصير معها، بدي أفهم شو بصير معها، بدي أحتوي بصدر كبير وواسع كل ردات فعلها وعصبيتها وإهمالها للبيت، إهمالها لمنظرها، بتبطل تهتم بالمنظر، بلبسها، بشعرها. فكمان هنا بدي يحتوي كل الأشياء اللي عم بتصير، وبدي يسمع لكل كبير وصغير شو عم تحكي، شو الشكاوي اللي بتطلع عندها، شو الألم اللي بتحكي عنه، شو المخاوف اللي هي شعر فيها. لأنه الستات المكتئبات كمان في عندهم غير شعور الحزن شعور الخوف، الخوف أكيد، خوف تفقد حياتها، خوف على أولادها، هي ما فقدت الإحساس بالآخر، شعور بالآخر، بالعكس شعورها بالآخر. فعشان هيك إحساس الذنب عندها بيكون عالي، إنه أنا بدي زوجي وخايف على زوجي وعولادي التانيين، ده عندي أطفال بالعيلة، بس مش عم بقدر أهتم فيه وأهتم فيهم، مش عم بقدر أقوم فيه وأقوم فيهم. فهنا بصير عندها إحساس الذنب عالي كثير، فبدنا ننتبه لهي النقطة. الشغلة الثانية، بدنا نعطي مساحة كبيرة 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 تعبر عن الأشياء اللي بدها إياها. قديش بدها تحكي خليها تحكي، شو بدها تحكي خليها تحكي، وين انت بدها تحكي خلوها تحكي، ما تضغطوا عليها، بتحكي وقت ما بدها وكيف ما بدها وين ما بدها ومع مين ما بدها. بلكي الست بدها تحكي مع زوجها، بلكي الست حابة تحكي مع صاحبتها، بلكي الست حابة تحكي مع جارتها، مع ستها الختيارة، مع امها، مع اي حدا. فخلوها، اعطوها المساحة تحكي وتعبر عن الاشياء اللي جواها عشان تفرغ الضغوطات اللي والمخاوف اللي عم بتعاني منها. الشغلة الرابعة، بدنا نوفر وقت للنوم والراحة. بدنا البيبي بدي أخذه من عندها، وهذا الحكي للأزواج اللي عم بسمعوني، بدنا نأخذ البيبي، بدي ألاعبه، بدي أطعميه، بدي أخليه ينام بغرفة ثانية عشان أعطيها وقت هي تنام. إذا في إزعاج وضوضاء عندي بالمحيط بدي أشيله وأبعد عنه عشان أوفر لها مساحة كافية للنوم. وقديش بقدر أساعد أنا في موضوع النوم، أحط موسيقى هادية بالغرفة، إذا بدي مثلا في عندي منغصات عم بتصير بالبيت، الأولاد عم بيصيحوا، تلفزيون صوته عالي، راديو صوته عالي، كل هاي الأشياء بدي أنا أنتبه إنه أنا أوقفها عشان أعطيها راحة وتنام فيها. الراحة من 6 إلى 8 ساعات بعطيها طاقة دافعية، قدرة بخليها ترجع تتنشط من أول بجديد. الشغلة الخامسة، ننتبه لموضوع الأكل، نركز على الأكل الصحي. وهنا بدي اللي بسمعونا ننتبه على الأكل المليان سيروتونين، المليان هرمون السعادة، قبل ما نروح على الأدوية، أفوكادو، مكسرات بأنواعها، الجوز واللوز والفستق، الموز، التوت وبالذات التوت البري، الأسماك بالذات التونة والسلمون. بدنا نركز على الشاي، بدنا نركز على نبتة اللويزة، نبتة اللويزة مليانة مليانة سيروتونين، أهم من الأدوية اللي باخدها أنا من الصيدلية. كل هاي الشوكولاتة السمراء هاي بترفع من نسبة هرمون السعادة.
وهنا رح تشوف انه مع التغذية السليمة ونتجنب الأغذية الحافظة والجنك فود والمعلبات اللي هي كلها مليانة مواد حافظة بتنزل من الطاقة بتهبط من الطاقة، فمع بعض بنرفع هرمون السعادة. مجرد ترفع هرمون السعادة عند الست بتكون نشيطة، بتكون فعالة لتمارس كل الأنشطة اللي بدها إياها. والشغلة الأخيرة والمهمة، بدنا نحافظ على روتين حياتها اليومي ما ينضرب. يعني كانت تحب تشرب قهوة كل يوم الصبح، بده الزوج والأهل يحافظوا يرجعوا هاي العادة، يخلوها كل يوم تشرب فنجان القهوة. كانت بتحب تطرز، يساعدوها ترجع تطرز. كانت بتحب تقرأ تحضر تلفزيون مسلسل، بدهم يخلوها. كانت تحب تشوف البيت نظيف، البيت بدهم يحافظوا يكون نظيف. الأولاد مرتبين، بدهم يساعدوها الأولاد يكونوا مرتبين. لازم روتين الحياة اللي تعودت عليها قبل ما اكتئبت إنه يحافظوا عليه ضل موجود، بيساعدها كثير إنه لسه في أمل، لسه هي موجودة، معناته أنا بقدر أعمل الأشياء اللي حوالي. جميل، فهي نقاط مهمة جدا. وشغلة تانية بدنا ننتبه كثير كثير كثير، والإشي للأزواج، ما تستنوا زوجاتكم يكتئبوا، ما تستنوا بعد الولادة، ما تستنوا يصير الإنجاب. مجرد قررتوا يصير في حمل، واليوم كل عياداتنا ومستشفياتنا جاهزة للحمل قبل 3 شهور من الحمل، بدنا نبلش نحسن الصحة النفسية. إذا في مشاكل بدي أشيلها، إذا في صراعات خلافات نزاعات بيناتنا لازم نوقفها قبل 3 شهور من ساعة نقرر يصير إنجاب، عشان الرحم كل الأشياء جسم الست يتهيأ من ناحية نفسية لاستقبال البيبي. بعدين بنفوت مرحلة الحمل، 9 شهور لازم يكونوا ذهبيات، لازم يكونوا هذول 9 شهور الست تنبسط فيهم رحلة، وكأنها رايحة رحلة، بدها تشم الهواء، تنبسط، تمارس هواياتها، تعمل اللي بدها إياه، عشان ما توصل لمرحلة الاكتئاب ما بعد الولادة. مرحلة الولادة نفسها هي الأصعب، والألم اللي بيصير فيها، فقدان الهرمونات كمان بتعب الست وبتعب جسمها. فبساعة الولادة لازم الزوج يكون معها بغرفة الولادة، لازم، لا أمه ولا أمها، هي ما بدها لا أمه ولا أمها، هي بدها إياه هو موجود معها. صحيح، الشريك اللي يشد على إيدها، حسس على راسها، على شعرها، يحكي لها كلام حلو، يسندها، يقويها، عشان تمر عملية الولادة بسلام. بهاي الثلاث مراحل ما رح يكون في عنا ستات مكتئبات من مرة. بعد ما تقوم الست من عملية الإنجاب، هنا بدها تتم مرافقة الست كمان، بدي أساعدها بالبيبي، بتغييره، تلبيسه، تحميمه، ترضيعه، بدي تنظيف البيت، المهام اللي بدها تكون فيها، ايدي وايدها بكل اشي، عشان ما تحس الست انه عبء جديد. وتخيل اذا عندها 3-4 اولاد وجيها الخامس كله عبء 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 عبء، بتحس الست وكأنه في جبل على راسها. فاحنا بنخفف الاعباء عنها، وما حدا بيقدر يخفف الاعباء قد شريك الحياة. فلما بيكون في تقاسم، في تشارك بهاي الاشياء، ما منوصلهم يكون في عنا اكتئاب ما بعد الولادة، لانه زي ما حكيت في بداية اللقاء هو اضطراب عاطفي اللي بنضرب عندي العاطفي، المشاعر، الشعور، شعوري تجاه ذاتي، مين أنا كست، شعوري تجاه شريك الحياة، هل هو الحدا المناسب اللي أخذته، عاطفتي وشعوري تجاه المجتمع واللي حوالي، هل فهميني وعارفين شو الإشي اللي بدي إياه. فالعاطفة هي اللي بتغير تجاه الحوالي والناس والذات والآخرين الموجودين في المحيط الاجتماعي اللي بعيش فيه. يعني شكرا كثير على المعلومات الرائعة، وأكيد بتمنى كل واحد في سمعناها اليوم يكون استفاد واستمتع كمان في هذا اللقاء. يعطيك العافية، وإن شاء الله منوصل لمحل اللي ما يكون في عنا نساء مكتئبات. وفي معلومة بس أخيرة بحب أحكيها، اكتئاب ما بعد الولادة غير مقتصر على النساء فقط، هاي معلومة خاطئة، في عنا اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال، بدهم ينتبهوا له. الرجل اللي مش مستعد للإنجاب، مش مستعد لمصاريف الأولاد، مش مستعد للبيئة الجديدة اللي رح يدخل فيها والحياة الجديدة، كمان بيكتئبه، فهو اسمه اكتئاب ما بعد الولادة. نسبته قليلة عند الرجال، طبعا عند النساء أكثر، هو بصيب النساء أكثر، بس كمان الرجال بدهم يعملوا تهيئة نفسية لوين رايحين، لموضوع الإنجاب والمصاريف والبيئة، كيف حياته بتتغير، إذا هو متعود يطلع ويشم الهواء واليوم بده ينحشر مع أولاده ومع زوجته بالبيت، كل هاي عوامل بتأثر عليه إذا ما كان مهيئ حاله من ناحية نفسية. أكيد أكيد، لأنه كمان تحت ضغط، يعني بعد الولادة هو كمان تحت الضغط. صحيح.
صحيح. شكرا كثير لك. يعطيكم مليون عافيه. الله يعطيك العافيه. اكتئاب ما بعد الولادة من أهم المواضيع اللي لازم ننتبه لها وكلنا بنتشارك في علاجها. انتظرونا في حلقات قادمة.